بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم معاني سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قوله لإيلاف قريش ما لزموه واعتادوه مع الأنس به. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى لإيلاف قريش، فقال ما لزموه واعتادوه مع الأنس به، أي ما صار إلفا لهم، أي ما صار إلفا لهم، فهم يأنسون به ويلازمونه عادة. فمعنى الآية لأجل إلف قريش، أي ما اعتادته محبة له. نعم. أحسن عليك. قوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي لزومهم واعتيادهم رحلتين كانوا يخرجون فيهما، إحداهما رحلة تكون في الصيف إلى الشام، والأخرى رحلة تكون في الشتاء إلى اليمن، فهم يبتغون التجارة في هاتين الناحيتين مع ملاءمة الهواء حينئذ لهم، فإنهم إذا قصدوا الصيف الشام في الصيف كان الهواء حينئذ باردا فناسبهم، فهو خير لهم من حر مكة، وإذا قصدوا اليمن في الشتاء كان خيرا لهم ولا لا؟ كيف اليمن في الشتاء؟ ما في أحد اليمن؟ معتدل وين هذا؟ في صنعاء ولا وين؟ في صنعاء معتدل؟ هذا قريبا صنعاء ما فيها مكيفات لأجل شدة البرد. الجواب أنهم كانوا يقصدون اليمن الأسفل وهو تهامة لأنها كانت دافئة، يقصدون اليمن الأسفل وهو تهامة لأنها كانت دافئة، وهي مقاطعة كبيرة من الأرض، بعضها اليوم في هذه البلاد وبعضها في الجمهورية اليمنية. نعم. أحسن الله عليه. معاني سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال. قوله يدع يدفع بعنف وشدة. قوله يحض يحث. قوله يراءون يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها. ذكر المصنف وفقه الله في معنى قوله تعالى يراءون ما يبين حقيقة الرياء، أنه إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، وهو محرم ومن الشرك الأصغر، لما صح عند البزاري والحاكم عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. نعم. قوله الماعون. المعونة بما ينفع ولا يمنع عادة، كالزكاة وما لا تضر إعارته، مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى الماعون، أنه المعونة بما ينفع ولا يمنع عادة، فهي معونة نافعة لم تجري العادة بمنعها، تارة من قبل
الشرع كالزكاة، وتارة من قبل عرف الخلق كآلة البيت من آنية ودلو وقدر. فالماعون نوعان، أحدهما ماعون عال وهو الزكاة، ماعون عال وهو الزكاة، والآخر ماعون عادي، ماعون عادي وهو ما يزهد فيه من آلة البيت، ما يزهد فيه من آلة البيت وآنيته كالدلو والقدر والملعقة ونحوها. معاني سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قوله الكوثر هو نهر في الجنة. ذكر المصنف وفقه الله معنى الكوثر في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فقال هو نهر في الجنة. وتجدون في بعض التفاسير أنهم فسروا الكوثر بأنه فوعل من الكثرة، فوعل من الكثرة، فأي التفسيرين أولى؟ نعم، لأجل لغة الشرع أحسن. هذا التفسير أولى لأنه لغة الشرع، فالكوثر إذا أطلق في خطاب الشرع فالمراد به النهر الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة العطاء في الجنة تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لكل من دخلها؟ لكل من دخلها، فالكثرة من العطاء يمن بها الله على كل داخل الجنة، لكن الذي يكون له صلى الله عليه وسلم ولا يكون لغيره هو النهر. قوله شانئك مبغضك، قوله الأبتر المقطوع من كل خير. معاني سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قوله لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. قوله ولا أنا عابد ما عبدتم، قاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأييسهم من عبادته إياها. ذكر المصنف رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين وهما قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم ما يدل على أنهما يشتركان في أصل المعنى، وهو نفي عبادة غير الله سبحانه وتعالى، لكن الفرق بينهما أن قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون للرفض والامتناع، وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم لقطع الأطماع، ولا أنا عابد ما عبدتم لقطع الأطماع. فالآية الأولى وهي قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون لبيان رفضه وامتناعه صلى الله عليه وسلم من عبادة آلهتهم، وأما قوله تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم فهي للدلالة على ثباته وتأييسهم من موافقته لهم، فهو لقطع أطماعهم، وهذا من أصول فهم القرآن الكريم. فالآية إذا كررت بلفظ آخر ففيها من المعنى ما يزيد على ذلك اللفظ الأول، فلا يعني اشتراكهما في أصل المعنى أن يكون بمعنى واحد من كل وجه، بل يكون لهذا معنى ويكون لهذا معنى آخر. قوله لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك، قوله ولي دين الذي رضيه لربي فرضيت به وهو الإسلام. ذكر المصنف وفقه الله ما يبين معنى قوله تعالى لكم دينكم ولي دين
أي أنه له صلى الله عليه وسلم هو ومن اتبعه الدين الذي رضيه الله له، وأما أولئك المشركون فلهم دينهم الذي ارتضوه هم لأنفسهم فلم يرضه الله عز وجل لهم. وهذه الآية للبراءة من كل دين سوى الإسلام، وهذه الآية للبراءة من كل دين سوى الإسلام، لا لإطلاق الحريات في سلوك الديانات، لا لإطلاق الحريات في سلوك الديانات. فتفسيرها بهذا خطأ محدث، فإن أصل الصورة اسمها صورة إيش؟ الكافرون، فهي سورة الكافرين لبيان أن من لم يكن مؤمناً فهو إيش؟ فهو كافر. فالآية للبراءة من دين المشركين وغيرهم من كل دين سوى الإسلام، وليس المراد بها إطلاق الحريات في اتخاذ المعبودات، أن هذا يعبد كما يشاء صنما، وهذا يعبد كما يشاء صليبا، وهذا يعبد كما يشاء كذا وكذا. فالمعبود الحق الذي أمر الخلق كافة بعبادته هو الله سبحانه وتعالى، وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا لأمر الخلق بتوحيد الله عز وجل بأن لا يعبد غيره. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. معاني سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قوله والفتح، فتح مكة. قوله أفواجا، جماعات تلو جماعات. قوله توابا، يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. ذكر المصنف وفقه الله ما يبين معنى اسم التواب لله في قوله يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فتوبة الله على عباده نوعان، فتوبة الله على عباده نوعان، أحدهما توفيقهم للتوبة، توفيقهم للتوبة بحمل نفوسهم على الإقلاع عن الذنوب، بحمل نفوسهم على الإقلاع عن الذنوب والندم عليها والعزم على عدم العودة فيها، والآخر قبولها منهم بعد صدورها عنهم، قبولها عنهم بعد صدورها عنهم. فيوفقهم الله بحمل نفوسهم على التوبة ويقبلها منهم، فهو تاب عليهم في المبتدأ وتاب عليهم في المنتهى، فهو تاب عليهم في المبتدأ وتاب عليهم في المنتهى. فتوبة المبتدأ التوفيق للتوبة، وتوبة المنتهى قبول تلك التوبة. فلله المنة الظاهرة والنعمة الكاملة على التائبين. نعم. معاني سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قوله تبت يدا أبي لهب، خسرت يداه وهو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ذكر المصنف أن معنى تبت يدا أبي لهب قال خسرت إيش؟ يداه. طيب، الكنية عند العرب لماذا؟ للإكرام أم للإهانة؟ للإكرام. فأنت إذا أردت أن تكرم أحد ما تناديه باسمه، تقول يا محمد يا سعيد، وإنما تقول يا أبا أحمد أو يا أبا عبد الله، هذا أصلها في العرب. وكانت غاية الإكرام عند العرب الكنى، هذا غاية الإكرام. فالعرب لم تكن تحب الألقاب، فالعربي ذو أرومة شديدة وحمية قوية لا يبالغ في مدح أحد،
فغاية ما يكرم به أحد أن يقول له يا أبا فلان. طيب إذا كانت الكنية للإكرام فلماذا الله ذكر قال أبو لهب؟ واضح الإشكال؟ ما الجواب؟ نعم، يعني لأجل أنه اسمه مثل ما قال له. إيه، لكن كيف يخاطب بهذا؟ كان خاطب بغير هذا. إيش؟ يعني زي ما قال الأخوان شورد اللهم صل وسلم كراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان ذلك يراد به الإكرام لما ذكرت هذه السورة في القرآن. نعم، لأنها دل على مآله ومصيره. طيب نجمع من كلامكم، ووقع ذلك لأمور ثلاثة. أولها ما في هذه الكنية من الإشارة إلى المآل بالعذاب، ما في هذه الكنية من الإشارة إلى العذاب في المآل. فاللهب هو توقد النار، فاللهب هو توقد النار. وثانيها أنه كان يعرف بهذه الكنية فهي اسمه، أنه كان يعرف بهذه الكنية فهي اسمه. وذكر أن اسمه عبد العزى، وذكر أن اسمه عبد العزى، والمشهور الأول أن اسمه كنيته، وثانيها أن ذلك يكون مبالغة في إذلاله، أن ذلك يكون مبالغة في إذلاله، كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم. قوله وتب لم يربح، قوله وما كسب كسبه ولده، قوله وامرأته حمالة الحطب هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له. ذكر المصنف وفقه الله أن هذه الآية يراد بها أم جميل، وهي زوج أبي لهب. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا سمي الزوج ولم تسمى الزوجة؟ الزوج ذكر قال تبت يدا أبي لهب، ولم يقل الله وأم جميل حمالة الحطب، بل قال وامرأته حمالة الحطب. نعم سعد. طيب الحمد لله للمبالغة في ست المرأة أنها لماذا؟ وقع ذلك لأمور ثلاثة. أولها لما في اسمها من التمليح الذي لا يناسب العذاب، لما في اسمها من التمليح، فهي أم جميل الذي لا يناسب العذاب. وثانيها أن العرب إذا ذكرت المرأة لم تسمها مبالغة في سترها، أن العرب إذا ذكرت المرأة لم تسمها مبالغة في سترها، ولهذا لم يقع في القرآن تسمية امرأة إلا إيش؟ مريم، إلا مريم، مبالغة في القيام بهذا الأصل عند العرب أنهم كانوا لا يسمون المرأة لا لعيبها ونقصها وإنما لمبالغة سترها. فهم لو سئلوا عن اسم كذا لذكروه، فلو قيل له ما اسم أمك قال فلانة، لكن لا يبتدئ بهذا، لكن لا يبتدئ بهذا. وهذه هي طريقة القرآن التي وقعت فيه، وأشار إلى هذا ابن جزي رحمه الله في تفسيره. واضح؟ طيب لو قال قائل في الصحيح أن عمرو بن العاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. طيب هذا يخالف الأصل ولا ما يخالفه؟ لا يخالفه، لأنه لم يذكرها ابتداء، وإنما لما سأله أجاب عنها، وكل أحد يعرف أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثها أن المرأة تابعة للرجل لأنه قائم عليها ومسؤول عنها، لأنه قائم عليها ومسؤول عنها. قال تعالى وللرجال عليهن درجة،
والتابع تابع. نعم. قوله: في جيدها حبل من مسد، في عنقها حبل من مسد، وهو الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير قوله تعالى في جيدها أنه عنقها حبل من مسد، قال هو الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل، وهو شبيه بحبال السفن التي تكون في المراسي، فهي حبال كبيرة شديدة مشدودة من الليف، فتكون على هذه الصورة، وجعلت على هذه الصورة لما فيها من الإهانة. فالأصل أن العرب تضع الحبال في رقاب إيش؟ البهائم، في رقاب البهائم، فجعل الحبل في عنقها عند عقوبتها لإهانتها. نعم. معاني سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. قوله الصمد، السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير الصمد أنه السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، مما يبين أن صمدية الله نوعان، أحدهما سؤدده في نفسه فهو صمد لكماله، سؤدده في نفسه فهو صمد لكماله، والآخر قصد الخلق إليه في قضاء الحوائج، قصد الخلق إليه في قضاء الحوائج، فهو صمد لابتغاء الخلق منه حوائجهم، فهو صمد لابتغاء الخلق منه حوائجهم. نعم. قوله لم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا والد. قوله ولم يكن له كفوا أحد، لا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. نعم. معاني سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قوله أعوذ، ألجأ وأعتصم. قوله الفلق الصبح. قال الفلق الصبح، وأصل الفلق في كلام العرب إيش؟ أحسن، الشق. وأما في لغة الشرع فالمراد به شق الصبح، لأن الصبح إذا ظهر نوره صار شقا، ومنه قوله تعالى فالق الإصباح. نعم. قوله غاسق، الغاسق هو الليل. قوله إذا وقب، إذا استحكم ظلامه. بيّن المصنف وفقه الله في معنى هاتين الكلمتين ما يفسر قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب، أنه من شر الليل إذا استحكم ظلامه، فإن الليل محل لأفعال أهل الشر واجتماع النفوس الشريرة. نعم. قوله النفاثات في العقد، الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن، اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد، في العقد المشدودة عليه. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى النفاثات في العقد أنها الأنفس السواحر، فالتأنيث باعتبار إيش؟ باعتبار الأنفس لا باعتبار النساء، فالآية تعم الرجال والنساء، فهي أنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة، وهذه حقيقة النفث، فالنفث نفخ مع ريق لطيفة، فإن كان هواء فقط سمي نفخا،
نعم. معاني سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قوله أعوذ، ألجأ وأعتصم. قوله برب الناس، بسيدهم، المالك والمصلح لهم. قوله إله الناس، معبودهم بحق. قوله الوسواس الخناس، هو الشيطان يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى الوسواس الخناس، أن الوسواس الخناس هو الشيطان، سمي وسواسا لأن من فعله الوسوسة، وسيأتي تفسيرها في الآية التي بعدها، وسمي خناسا لأن من فعله الخنس، وهو التأخر والاندفاع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه. فإن الشيطان إذا تسلط على الإنسان فاستعاذ الإنسان بالله من شر الشيطان، تأخر الشيطان واندفع، وكذا إذا ذكر الله سبحانه وتعالى نأى الشيطان عنه. والجاري في ألسنة الناس من الكلام عند ذكر الشيطان ثلاثة أنواع. والجاري في ألسنة الناس من الكلام عند الشيطان عند ذكر الشيطان ثلاثة أنواع. النوع الأول الاستعاذة منه، كأن يقول أغوال الشيطان أعاذنا الله منه، أو زين الشيطان نعوذ بالله منه. والاستعاذة من الشيطان ما حكمها؟ سنة مستحبة، سنة مستحبة، وآكدها في المواضع التي قدرتها الشريعة كقراءة القرآن أو غيره. وثانيها لعنه عند ذكره، لعنه عند ذكره، كأن يقول زين الشيطان لعنه الله أو نحو ذلك. ما حكمه؟ ما حكم لعن الشيطان؟ نعم. ما الدليل؟ لعنه الله، هذا الله هو في القرآن أيضا، والضحى قسم بالمخلوق، وأنت لا تقسم بالمخلوق إنما تقسم بالخالق. نحن نريد أنت، ما حكم فعلك أنت؟ قال لا تلعنوا فإنه يتعاظم. هذا الحديث لو وجد كان يا سلام، لكن ما في حديث بهذا اللفظ، وإنما في حديث بلفظ إيش؟ ها؟ حديث إيش؟ فإنه لا، في حديث لا تلعنوا الشيطان، حسنه بعضهم لكن ليس بهذا اللفظ، لا تلعنوا الشيطان، لكن لعن الشيطان جائز لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض له شيطان بشهاب من نار فقال ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ففيه جواز اللعن. وأما حديث لا تلعن الشيطان الذي رواه تمام الرازي وغيره فإنه لو صح إرشاد إلى الأكمل وهو الاستعاذة، إرشاد إلى الأكمل وهو الاستعاذة، فصار لعن الشيطان جائزا. وثالثها ذكر الشيطان بغير اللعن والاستعاذة، ذكر الشيطان بغير اللعن والاستعاذة، مثل أخذه الله، وإيش يقولون الشيطان الله يقطعه، الشيطان الله كذا، هذا أكثر ما في ألسنة الناس. ما حكمه؟ ما الدليل؟ أحسن، هذا هو الحديث، مكروه لما ثبت عند أحمد وغيره أن رجلا كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى ردف؟ يعني خلفه، على حمار، فعثر الحمار فقال الرجل تعس الشيطان. إيش معنى تعس؟ هلك الشيطان، يعني زي ما نقول
هلك الشيطان، الله يهلك الشيطان، الله يأخذ الشيطان، الله يقطع الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، وفي لفظ لا تسبه، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن استعذ بالله منه، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون كالذباب، تصاغر حتى يكون كالذباب. فصارت هذه أحكام ما يجري في ألسنة الناس. الاستعاذة ما حكمها؟ مستحبة، واللعن جائز، والدعاء عليه بغيرهما مكروه. نعم. قوله: الذي يوسوس في صدور الناس يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. ذكر المصنف في معنى هذه الآية ما يبين حقيقة الوسوسة، أن الوسوسة هي تحسين الشر وتقوية إرادته، تحسين الشر وتقوية إرادته، وتقبيح الخير والتثبيط عنه، وتقبيح الخير والتثبيط عنه. فهذه هي وسوسة الشيطان، فتارة يزين لك الشرور ويحببها إلى نفسك، وتارة يقبح لك أنواع الخير ويثبطك عنها، أي يحبسك ويخذلك. فالتثبيط هو الحبس والمنع والتخذيل. نعم. قوله: من الجنة والناس، محل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. يعني الوسوسة أين تكون؟ في الصدور، والذي يخرجها هو ما يكون في الصدور. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فمن امتلأ قلبه علما ويقينا لم يكن للشيطان فيه محل، ومن فرغ صدره جاء الشيطان بأنواع الشرور. نعم. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه، صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. آمين. في غرة ذي القعدة سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة. آمين. اكتبوا طبقة السماع الصفحة التي تليه: سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب كثير. سمع علي جميع معاني الفاتحة وقصار المفصل بقراءة غيره، في البياض الثاني بقراءة غيره. صاحبنا، ويكتب أحدكم اسمه تاما، فلان بن فلان بن فلان الفلاني، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته. الميعاد المثبت، المحل المثبت، دائما في بداية الدرس تكتب بداية المجلس الأول، مثلا اليوم بعد فجر، اليوم إيش؟ بعد فجر السبت 27 من شهر ذي القعدة سنة 38 الساعة كذا، ثم النهاية تكتب نهاية المجلس وتكتب الساعة. وإذا تعددت المجالس صرت تعد المجلس الأول الثاني الثالث، هذه تسمى مواعيد القراءة. ولذلك تجدون في تصانيف المتقدمين: قرأ البخاري في 60 ميعادا، يعني في 60 وقتا مضبوطا معلوما. وكان أهل العلم يوثقون علومهم بالضبط في المحل والزمان والمكان والشيء، وضعف في الأزمنة المتأخرة، وهو من معالم العلم التي غابت حتى خفيت على الناس، فهذا من إحيائها. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين، يعني المتكلم، لمعين يعني أحدكم، في معين يعني في الكتاب الذي هو معاني الفاتحة وقصار المفصل، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوما. اضربوا على كلمة ليلة، اضربوا، وش معنى اضربوا؟ خط لطيف، يعني خط لطيف. الحين ايش يقولون هم الآن؟ يقولون اشطبوا. الشطب هو الشق الشديد، وكتب العلم لا يتعامل معها بهذا. ولذلك نصوا في أداب كتابة العلم أنه إذا أراد أن يلغي شيئاً خط عليه خطاً لطيفاً،
يوم السبت 27 من شهر ذي القعدة سنة 38 و400 ألف في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة، المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. وبهذا نكون قد فرغنا من الكتاب الأول. وأشير إلى أن هذه الدروس تعقد خلال هذه الأيام الخمسة من يوم السبت إلى يوم الخميس بإذن الله تعالى، بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب، ويقرأ فيها الكتب المقررة في هذا الكتاب الذي يوزع هنا ويوزع كذلك في التوجيه والإرشاد. وأشير إلى أن الأسئلة يرجى أن تكتب في أوراق ثم نجيب عليها في وقتها، فأنا لا أجيب على أسئلة حال مشي، وإنما نجيب عليها إذا كانت مكتوبة وكنت جالسا فنجيب عليها، لأنه أجمع في الفكر وأبقى في ذهن السائل. فكم من إنسان يجاب وهو ماشي فيقال فيقول بعد ذلك أنا لم أفهم ما قلت. وفق الله الجميع محب ورضى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.